ورقم قياسي جديد حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب بتحقيقه 1,000,000 زائر خلال 5 أيام من فتح أبوابه للجمهور، وده وسط توقعات أنه يحقق أكتر من 2,000,000 زائر بنهاية فعالياته يوم 6 فبراير. خلينا نعرف أكتر انعكاس الإقبال الجماهيري ده من الأستاذ إسلام بيومي مدير عام المعرض. أستاذ إسلام صباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذه من الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. مجهود محمود استاذ اسلام، احنا يعني يمكن كان لينا اكتر عندنا يوميا تغطيه من معرض الكتاب وشايفين مدى الاقبال وشايفين مدى التنظيم المتميز ما شاء الله. خلينا بقى نقول ده ساعد ازاي ان يبقى في زيارات وعدد زيارات كبير زي ما احنا شايفين، لكن احنا ما عندناش ارقام، حضرتك اللي تقدر تقول لنا ارقام متوسط الزيارات اليوميه للمعرض. والله بص حضرتك، هو كان مفاجأة بالنسبة لنا كلنا الإقبال الجماهيري الكبير. كان في ادعاءات قبل بداية المعرض إنه المعرض مش هيبقى كويس ومحدش هيجي عشان ارتفاع أسعار الورق وارتفاع معدلات هو تخوف أكتر من إنه ادعاءات، يعني الناس بتبقى قلقانة كده. بالظبط، ولكن الجمهور المصري دايما بنراهن عليه كل عام بيبقى الواحد كسبان. المتوسط الزيارات نقدر نقول متوسط الزيارات اليومي حوالي 150-180 ألف. احنا كسرنا بعد 5 أيام وصلنا 1,100,000 زائر، ومتوقع ان الايام القادمه ان شاء الله يكون فيها زياده اكبر، وتحديدا الايام القادمه او الايام الاجازات القادمه الخميس والجمعه والسبت القادمين. دايما كمان الجمهور بيستنى اخر ايام المعرض عشان بيبقى فيه تخفيضات كبيره اكبر من التخفيضات المعموله دلوقتي، ويقدر ياخد الكتب بسعر رخيص حتى من الناشرين العرب، لانه الناشر العربي في اخر الايام بيقول بقى خلاص انا ماشي، يعني اللي يخليه يسافر بالكتب تاني طبعا، مش عايز ارجع بالكتب. النجاح ده يعني مجهود كبير من الهيئه ومن كل العاملين بالهيئه، وعلى راسنا طبعا الدكتور احمد باهي، خلال شهرين قبل بدايه المعرض من تنظيم وترتيبات ومراجعه كل الاجراءات عشان يظهر المعرض هذا العام بكل هذه التسهيلات اللي عاملها الجمهور. وكل الناس بيقولوا انه فعلا هذا العام التنظيم رائع، ما فيش اي مشاكل، في تسهيل كبير في الدخول، في الزياره، في الاستعلامات عن اي كتب عن اي دار نشر موجوده في المعرض. طب على عكس المتوقع استاذ اسلام، كان حضرتك بتقول انه كان متوقع انه ما يكونش في اقبال جماهيري، حضرتك شايف ايه اللي ساعد ان يكون في اقبال اكتر؟ هل المواصلات اللي موجوده، الاتوبيسات اللي هي تم توفيرها، السبع خطوط مواصلات اللي تم توفيرها، هل الحجز الاونلاين ما خلاش فيه تزاحم؟ ايه اللي ممكن، الرحلات اللي ما بتتعمل والتسهيلات اللي بتدخل للمجموعات الكبيره اللي جايه، اللايف اللي بيطلع لكل الندوات يمكن، فاللي موجود في البيت بيقدر يتابع الفعاليات اللي موجوده وهو في بيته، يعني حاجات كتير قوي حاصله في الابلكيشن، يعني في حاجات كتير قوي حاصله، ده ساهم انه يعمل اقبال اكتر؟ والله كل اللي حضرتك قلتيه طبعا ده ساهم بشكل كبير. وكمان الرحلات المجانيه، يعني كان في توجيهات من معالي الوزيره والدكتور احمد انه يخاطبوا كل الجامعات ويسهلوا لكل الجامعات والمدارس وكل النقابات الرحلات المجانيه، وبالفعل احنا عندنا متوسط يومي رحلات مجانيه لا يقل عن 15 اتوبيس، ده المتوسط. السهوله في الحركه، الحجز التذاكر الاونلاين، كل اللي حضرتك قلتيه ساعد على هذا الاقبال. والاكثر كمان التنسيق المسبق انه يكون اجازه نصف العام تبدا مع بدايه معرض القاهره. نعم. هذا هو الاهم، انه الاجازه انت عارف حضرتك بقى مفيش دراسه ومفيش امتحانات، فالناس بتقدر تخرج تتفسح في معرض القاهره، الاسره كلها تقدر تيجي تلاقي انشطه للاطفال، تلاقي فعاليات ثقافيه، تلاقي فنون على المسرح، تلاقي كتب بمختلف انواعها واقسامها. يعني هو يوم بيبقى جميل للاسره المصريه انه يقدر يؤدي يوم في الثقافه المصريه. هل بيبقى يوم واحد فقط استاذ اسامه؟ يعني احنا عارفين ان في جناح كامل وصاله كامله مخصصه لانشطه الاطفال،
وعارفين برضو ان الاطفال بتبقى قاعده في اجازه نص السنه، الامهات بتبقى حريصه جدا انهم ما يسيبوش الاطفال لفتره طويله امام الشاشات، سواء شاشات الموبايل او التلفزيون، فبيبقوا حريصين ان الاولاد يعملوا يعني نشاطات. فكره كمان العروض الشارع اللي موجوده اعتقد انها ممكن تكون جاذبه جدا. هل الناس بتكتفي بيوم واحد حتى لو مش هيشتروا في اليومين كتب او اكتر من يوم، لكن العروض اعتقد انها ممكن تكون جاذبه جدا؟ بصي يا حضرتك يا منى، انا اعتقد انه الزائر اللي عارف هو عايز يشتري ايه بالظبط، يعني هو محدد اهدافه من زيارته للمعرض يقدر يخلصها في يوم بس من اوله لاخره. لكن لو زائر مصري لسه بيجي لاول مره المعرض وبيتفرج على قاعاته وعلى الانشطه بتاعته وعلى صلاته، اعتقد انه لا يكفيه يومين ثلاثه اربعه عشان يقدر يطلع على كل ركن موجود في المعرض. احنا عندنا خمس صالات ب 45,000 متر مربع، عندنا تسع قاعات للانشطه في مكانين بخلاف انشطه الاطفال، زي ما صرح وزي ما قال الدكتور احمد 500 فعاليه ثقافيه على مدار ال 12 يوم. يعني لا، في احداث كبيره، اعتقد ان الزائر العادي ما يقدرش يخلص، او حتى المثقفين بعيد المثقفين ما يقدرش يقعد يخلصوا في يوم. اعتقد دي واحد من اهم مميزات معرض الكتاب، انه معرض للجميع، المثقف بالمفهوم المشهور او المعروف في الاعلام، والزائر العادي اللي من اول عمر 4 سنين اللي جاي يبتدي يحصل على اول كتاب تلوين في حياته مثلا، ممكن يجي يشتريه من معرض الكتاب او اهله يشتريه. هو عيد الثقافه للشعب المصري كله. أكيد. كل الشكر ليك الأستاذ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لحضرتك.